إن شاء الله تكون العافية جميعا. اليوم هي بس نعمل سمري صغير للشيء اللي صار معنا بخلال الفترة الماضية. أول شيء بنتشكر اتحاد السلة على الشيء الحلو اللي عمله والشيء اللي رفع مساوية اللعبة بالأمانة. يعني نحن بنحكي هلا نحكي شغلات سلبية وشغلات إيجابية، بس هو بالمجمل هو رفع مساوية اتحاد كرة السلة في سوريا وعمل نقلة نوعية في عدد الحضور الجماهيري، في الجمهور اللي عم بيحضر بمرات البلد، وهذا الشيء كله بيحتسب له. تمام. هلا نرجع شوي للمواضيع الأساسية. نحن بعد ما انضرب أنتوني سكوت، أنا طلعت مباشرة لعند الكابتن طريق واجتمعت معه شخصيا واتفقنا إنه يصير في مبادرة. هلا المبادرة هي إنه لنادي الكرامة إنه إذا طلع أو نادي الوحدة إذا طلع في تبديل موضوع تبديل الأجانب. هلا هي كلمة مبادرة شوي يعني حجمت اتحاد السلة، يعني اتحاد السلة في هيك موضوع هو لازم ياخذ القرار مباشرة من دون أي شيء. هلا نحن في شغلات، أول شيء لازم حد الكل يعرف إنه هدول الأوراق نحن كلياتهم ما وصلونا عن النادي، يعني نحن ما وصلنا أي ورقة من هدول البلاغات أو الأوراق، ما وصلنا شيء على النادي او على ايميل النادي او على فاكس النادي ابدا. بالعكس انا اليوم لميتهم كلهم من الجروبات ولميتهم من الصفحات الموجوده على الفيسبوك والانترنت مشان نلمهم. تمام. هلا انا نرجع شوي نحن من الاخير. كابتن فراس، ايش طبيعه الاوراق او هالبلاغات؟ هذول البلاغات اللي طلعت من اتحاد السله بموجب من الجمعيه العموميه، من ابتداء من الجمعيه العموميه وحتى اليوم. يعني خلينا هلا نحن وقت اللي رفعنا الكتاب، خلينا نرجع شوي لامبارح، ما راح نروح لبعيد. نحن امبارح بالاجتماع انطرح عده شغلات، من بيناتها كانت انه استبدال اللاعب الاجنبي. نحن في يا جماعه في شغله لازم تعرفوها، نحن كنا ضد موضوع استبدال اللاعب الاجنبي لعده اسباب. في بعض الانديه كانت مجهزه حالها انه تدخل على السيمي فاينل بلاعب، وكانت مجهزه عقود ثانيه اخرى مع لاعبين ثانيين من لبنان، ونحن هذا الشيء متأكدين منه 100%. يعني عرفت شلون؟ فنحن كان عندنا خيار الوحيد انه نحن نلغي هذا الموضوع نهائيا. هلا المشكله اللي صار، نحن اليوم في عندنا مشكله الاصابه اليوم مثل عمر عباده لتاريخ اللحظه. هلا نحن ما بحب اجيب اسماء واجيب كذا، بس انا مو تقليل من نادي الوحده او تقليل من نادي الكرامه او من نادي جراء، بالعكس كلهم اخواتنا وكلهم لهم محبه خاصه عنا. بس الفكره انه يعني عمر عباده وقت اللي تبدل هو ضل لنفس اليوم لتاكد وصول كريس، يعني ما هو سافر قبل بيوم او قبل بيومين بعد اللي صارت الاصابه واجى بداله كريس، لا هو ضل فتره انه في حال ما مشي حاله ما اجى فهو راح يصير. هلا نحن امبارح بس اتفقنا مع الكابتن طريف، الكابتن طريف للامانه كان له نفس انه يكون يخلي يتبدل الاجنبي. اتفقنا انه نرفع كتاب للاستاذ فراس معلا بخصوص موضوع استبدال اللاعب الاجنبي. نحن الفكره اللي صارت انه ما دام في قانون وفي روح القانون، نحن بالجمعيه العموميه وهذا شيء مثبت هلا هون راح تشوفوا كلياتكم، ممنوع حرمان الجمهور تحت طائله اي سبب من الاسباب. حتى وقت اللي بدك تنقل مباراه انت بتنقل مباراه مع جمهور، ممنوع تحت طائلة أي سبب من الأسباب. فأنا وقت اللي كنت بالاجتماع يوم الأربعاء وقلت له إنه أنت حرمت الفريقين من الجمهور، لا نحن ونحن حاكين كذا، قال لي هذا شيء بيعود تقديره لاتحاد السلة. طيب نحن تقدير اتحاد السلة هذا ونحن احترمناه. طيب نحن اتحاد السلة ورئيس اتحاد السلة والرئيس الكابتن فراس معلا حضرانين كانوا المباراة تيدي وشافوا إصابة اللاعب أنطوان سكوت وشافوا الشيء اللي صار لايف كان اللي صار. فأنا كان باعتقادي كان ممكن يحل الموضوع كابتن طريق ويطلع بعض المباريات مباشرة ويقول نحن شفنا الإصابة وشفنا الشيء اللي صار، ونحن في حال كان بده نادي الاتحاد يبدل هذا اللاعب أو أي نادي آخر كان بيحل له، كان ما وصلنا لكل هالمواصيل ما كان صار كل هالشغلات. هلا أنا بس في شغلة، نحن الكتاب اللي انبعث للاتحاد الرياضي هو مثل ما تفضل الأستاذ نصيم وقال إنه علما أن اتحاد كرة السلة لا يرى مانعا من استبدال اللاعب الأجنبي، علما إنه القوانين والأنظمة لا تسمح وحتى في حال إصابة اللاعب. يرد عليه السيد الكابتن فراس معلا بيقول له إشارة إلى موضوعكم مطروح من قبلكم، نعلمكم أن الموضوع شأن فني ويعود لاتحادكم تقديره وفقا للظروف وهو من اختصاصكم ومن الصلاحيات الممنوحة لكم. تمام. طيب انت اليوم رد لك يا عم بيقول لك هو شيء من الصلاحيات وهو شيء من اختصاصكم وفق الظروف
وفي ظروف يعني هاي ظروف قاهرة اليوم، وانت طالب بالطلب علما ان اتحاد كرة السلة لا يرى مانعا. فهو الابدا كان انه يقول انه لا نحن ما عندنا مشكلة، نحن راح نوقف. بغض النظر نحن انا جاي اليوم لنحكي لشغلة كثير مهمة، انه نحن هذا حق من حقوقنا نحن عم نحارب عليه. نحن ما عم نحارب انه نحن لا لازمنا لاعب، نحن بغض النظر نحن صفوفنا مكتملة وفريقنا جاهز فنيا وذهنيا وكل شيء. يعني الحمد لله اليوم دخلوا برعاية النادي برعاية استاذ نصير، اليوم دخلوا لمعسكر مغلق باعتبارا من اليوم ولاخر يوم في البطولة. بنخلص بثلاثة، بنخلص بأربعة، بنخلص بخمسة، داخلين بمعسكر مغلق هلا حاليا لحتى انتهاء البطولة. الكتاب اللي رد من أرفق مع الكتاب تبع اللي وصل للأستاذ فراس، كابتن فراس، اللي هو ضوابط وتعليمات استخدام اللاعب العربي واللاعب الأجنبي بناء على مقررات الجمعية العمومية المنعقدة بأربعة عشرة، يعني من تقريبا أول السنة أول الموسم، والتي أقر فيها السماح باستخدام لاعب عربي ولاعب أجنبي واحد فقط. تقرر ما يلي: السماح للأندية الأربعة المتأهلة باستخدامه، لا يجوز تعاقد مع لاعب من لاعب الكيان الصهيوني، قيمة اللاعب كذا. البند الرابع، نوصل للبند الرابع: لا يجوز استبدال اللاعب او اللاعب العربي والاجنبي المسجل في مرحله الفاينل فور وحتى المباراه النهائيه وحتى في حال اصابه اللاعب. تمام. بالبند الخامس: يجب تقديم اللائحه الاسميه والعقد المبرم مع اللاعب بمده لا تقل عن 7 أيام حتى يتم تصديق العقد والحصول على براءه ذمه البطاقه الدوليه للاعب. يعني انت اليوم بدك تثبت لاعب لازم تثبته بالاسبوع بالنفسه بالضوابط تبعيه اللي محطوطه. يعني انا اليوم تبدل لاعب الوحده وصل بالطياره على الصاله مباشره. نحن اليوم نادي الكرامة لتاريخ اللحظه عليه زمن ماليه، مع انه نحن قبل ثلاث اربع ايام من الفاينل اذا تتذكروا طلع السيد طريف بوطرش كابتن طريف وما معناه فضحنا شوي ونشر هذا، وانه نادي الاتحاد ما بدفع وعندي اوراق من 4/11 و5/11. نادي الكرامة لتاريخ اللحظه لم يدفع مستحقاته التي بلغت فوق 25 مليون، والتعهد كان الضمانه كانت من الكابتن فراس معلا، واللي نحن كلياتنا بنحترمه، انا شخصيا بنحترمه جدا لانه له مكانه عندنا مرموقه. فنحن وقت اللي تدخل شخصيا وضمن هذا الموضوع فنحن مباشره ما كان عندنا اي مشكله في الموضوع بس لحظه. فبس كانت انا حسب معرفتي انه كان الضمان لتاريخ 1/6. نحن اليوم دخلنا بالاربع خمس ايام من كذا ونحن على ابواب بطوله، فنحن بنفضل انه يبرزوا براءه ذمتهم كمان وفق القانون، هن طالبوا بالقانون فنحن وفق القانون ان شاء الله راح يكون الموضوع. بخصوص هلا هن في شيء تعليمات خاصه بمباريات الادوار النهائيه والفنيه، هي نحن الورقه اللي موقعين عليها، الورقه اللي صار تم عليها الشيء انه اصابه اللاعب او لاعب، انا بتحدى اي حدا يطالع لنا ورقه من الاتحاد السنه نحن موقعين عليها. نحن ما عم نقول ما قلنا، بس نحن هي كانت ورشه عمل، كان يعني كلام شفهي، كان مو كلام شفهي، كلام عم نتناقش فيه انه كذا اعتبروك انت اصريت، فنحن اوكي اصرينا نحن، بس نحن ما توقعنا على شيء. ما في محضر جلسه، ما في محضر جلسه، بعد كل محضر جلسه لازم يتوقع ويبعد كبلاغات. البلاغ الوحيد اللي نحن وقعنا فيه هو انه تقع مسؤوليه جمهور دخول صاحب الارض والمتضمن 20% اذا اتفق الفريقين. قيام جمهور باي اساءه او شعار او تيفو او كذا دينيه عرقيه طائفيه مناطقيه ولا تخص على الكراهيه او تحت ايحاءات لا اخلاقيه يحظر بشكل كامل. تصريح اللاعبين على صفحاتهم يعامل لاعب الاجنبي معامله رئيس الفريق من حيث العقوبات. طيب انا اليوم هذا الشيء الوحيد اللي اجانا من التعليمات الخاصه بمباريات الفاينل. طبعا ما اجانا عنيت يعني هذول كلهم شوفوه صفحات، لا هو صفحات صفحات واتساب وصفحات صفحات تواصل اجتماعي يعني بالاخير هذا الشيء. بنفس الشيء هون الموضوع اجتماع اتحاد كرة السلة مع كوادر، طبعا بلا تاريخ، كله بلا تاريخ وبلا شيء، اللي انحكى فيه على العقود نظام العقود وكلمة لا يوجد عقوبة حرمان للجمهور وكل من يسيء يستحق العقوبة المسلكية جريمة تعرض للممتلكات العامة بين قوسين وتحويلها للقضاء مع مضاعفة الغرامات المالية. هو زلمة أعطاك قولا صريحا عم بقول لك أنا ما في حرمان للجمهور وما في، وكل من يسيء العقوبة المسلكية جريمة تعرض للممتلكات العامة، الشيء اللي صار بصالة حمص وهو تحويلها للقضاء مع مضاعفة الغرامات المالية فقط. هذا بالقانون. كابتن تسمح لي بس بسؤال بالنسبة للكابتن طليف قوطرش، هلا هو طلع بتصريح عبر صفحات السوشيال ميديا قال انا ما شفت شيء في عيني، مظبوط هيك مثل ما احنا ما سمعنا
طب انا يا استاذ طريق ما له مصدر. طب انا عفوا انا استاذ طريق انت وين مراقب المباراه اللي يعطيك المباراه؟ انا بس المباراه بعد المباراه. انا بس انا استاذ محمود خذ المباراه وهي عم تخلص بنفس الثانيه. بس اكمل لك انا جارك المهمه اليوم الكابتن طريق من اول يوم استلم هو قال انه راح يحط كاميرات للجمهور صحيح الانتقاء الموسيقي وصار هذا الحكي حتى بهذا الاجتماع نفسه صار انه نحن راح نحط كاميرات لانتقاء جمهور وراح نطلب من قناة سما وراح نطلب من كل القنوات الموجودة أو حدا مصور معتمد يسحب منه أي شيء بخصوص هذا الموضوع. فنحن ما عنا أي مشكلة في هذا الموضوع. هلأ الشغلات الثانية اللي مثل ما تفضل الأستاذ رصين وحكاها اللي هي عقوبات والإيقافات والقصص هاي وهاي. في نحن بالنسبة لنا اليوم تعميم هام. اليوم انطرح امبارحة فكرة إنه بصالة حمص راح يكون العدد 150 شخص او هيك شيء تقريبا. نحن هذا الحديث مرفوض انه تماما وفق طبعا مو مرفوض لانه نحن عم نقول لا ما بدنا لا حسب تحكينا وفقه في تعميم موجود اجانا او لميناه كمان من هون مكتوب يسمح تمنع 10 بطاقات فقط من الناديين و10 بطاقات كذلك للجنه التنفيذيه في المحافظه واعضاء اتحاد كره السله الحاليين الاعلاميين المعتمدين من قبل اتحاد لعبه سله وفق بطاقه مصدقه من الاتحاد طاقم الطبي من مديريه الصحه بالمحافظه عمال الصالة عدد 4 كحد أقصى تمام. عناصر حفظ النظام تغلق كافة أبواب الصالة ويفتح باب واحد لخروج ودخول الأشخاص المسموح لهم. في حال تواجد أشخاص أكثر من العدد المسموح يطلب المراقب والحكم من إدارة النادي صاحب الأرض إخراج البقية وإن لم يستجاب لطلبهم توقف المباراة ويخسر الفريق صاحب أرض المباراة. في حال حصول حالات شغب ومشاركة أي من المسموح لهم بالحضور بهذا الشغب تطبق اللائحة الانضباطية بحقه ويعتبر كأحد المشاركين الفعليين في المباراة. يحق لمراقب المباراة في حال حدوث أي حالات من الشغب الطلب من الحضور المصرح لهم اللي هن 20 شخص أو 25 شخص والسماح للأشخاص المعتدين على وفي حال تواجد أي شخص غير مسموح له يقوم المراقب أو القائمين على المباراة بإيقاف المباراة وإعطاء مهلة حدها الأقصى 10 دقائق لمرة واحدة لمعالجة الحالة وفي حال انقضاء المدة يعتبر الفريق صاحب الأرض خاسر من نتيجة 20 صفر. مع العلم أن مباراة الوحدة والكرامة بالفيحاء هو 500 بني آدم. أنا سألت نفس السؤال للكابتن طريف وقال هذا شيء بيعود تقدير الاتحاد سلة. يعني أنا عفوا أنت بيعود تقدير الاتحاد سلة لإلك في 15 شغلة من هالشغلات هاي وما بيعود لك تقدير بموضوع استبدال لاعب انضرب قدام عينك وكذا. هذا شيء يعني مع احترامي الشديد انا بس انا في شغله بيني وبين لازم كل تعرف العالم تعرفها. انا الكابتن طريف هو علاقه شخصيه كثير ممتازه انا وياه وانا كثير بعزه وبحترمه من وقت ما كان لاعب ووقت ما كان هذا وهو شيء بالفعل عم بيعمل شغلات بتاخذ عقل بتجنن. بس نحن اليوم هي مصلحه نادي وانا مصلحه النادي فوق كل اي اعتبار فوق مصلحتي الشخصيه فوق مصلحه اي حدا ان كان. فنحن بالنسبه لنا هذا الموضوع بالنسبة لنا في لنا طلبات من الاتحاد السلة يبرزوا لنا يرجع ابراز ال براءة ذمة النادي الكرامة براءة ذمة النادي قبل المباراة والتجديد على التعميم الظاهر. كابتن تاخذ معك التعميم انت تاخذ معك التعميم ما فيه بن اللي انتم موقعين عليه بخصوص نحن مش ما موقعين على شيء يعني هذا تمام. الفكره نحن موقعين على هاي الورقه الاخيره اللي هي التعليمات الخاصه بمباراه الفاينل اللي هي ما شمل التعميم ما فيه هذول تعميم مبدا قصدي جينا دول تعميم جزئيه محضر اجتماع هذول محاضر الاجتماع استاذ فراس